الأستاذة منى تتفضل. ألو، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. كانت أستاذة منى اتفضلي. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا عايزة أسألك في موضوع والله مهم جدا. طيب أنا ما أنا سمعت شيخ بيقول عن عقوق الوالدين. طيب ولنفرض إن أنا يعني أمي دي أذتني أذى جامد جدا في حياتي أنا وإخواتي، طيب يعني عملت حاجات كتير، يعني مثلا عرفت واحد تاني ومشيت وخربت البيت، واخواتي كانوا صغيرين وبقوا دلوقتي شباب مش نافعين وبايظين، وانا اتأذيت واتعيرت بيها. هدي بالك، هدي بالك يا منى، هدي بالك يا بنتي، هدي بالك. طيب وبعدين قولي لي يلا. وملهاش حل، وشفتها في المواقف دي كتير واتخانقنا معاها كتير. يعني انت شفتيها في المواقف دي بنفسك يعني؟ ده ما اتحكاليش. ايوه، وحصلت مشكله وبالفعل مشيت مع الواحد ده والدنيا اتخربت، وبابا بقى في النازل لحد ما توفى الله يرحمه. طيب كملي، قولي لي، اساليني سؤالك يا منى، اساليني سؤالك يا بنتي. احنا اخر حاجه غلطنا في بعض جامد. انا سمعت شيخ يعني هي ولا بتصلي ولا بتقرب من ربنا. كفايه اساليني بقى السؤال، انا خلاص عرفت. قولي اساليني السؤال يا استاذ. انا دلوقتي بصلي، سمعت الشيخ بيقول ان العقل والديه مهما عملت فيه ما يتقابلوش حاجه ولا زكاه ولا صلاه. طيب خليني اقول لك يا منى، انت بتسالي دلوقتي، خليني انت بتساليني دلوقتي، هو انا اعمل ايه في الحاله دي عشان ما بقاش اقع في عقوق الوالدين؟ هقول لك تعملي ايه. ماشي، عندي سؤال تاني لحضرتك. اتفضلي. برضو عن الزوج، يعني سمعت برضو ان لو الزوجه منعت نفسها عن زوجها هي كده بتشيل ذنب. طب افرض الزوجه دي عايشه ومستحمله عشان خاطر تربي ولادها كويس، لكن هو بيعمل غلطات جامده جدا. طيب اجاوبك برضه. وجروبات زي الزفت بيشترك فيها وكد. هجاوب على حضرتك، هجاوب على حضرتك تعملي ايه. السؤال الاولاني مساله والده حضرتك، يبدو ان والده حضرتك تعرضت برضه لحياه وتنشئه هي اللي طلعت الشكل ده من الحياه. يعني واضح ان والده حضرتك بسبب ال 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 لو على كلام حضرتك الممارسة العنيفة لعدم الاتزان دي، واضح ان هي مش متزن. فانا بقولك اللي انا شايفه، وان كان حتى اللي انت بتقوليه ده لان انت شفتيه في سوء خلق، لكن اتعاملي معاها على ان هي مش متزنة، وانك انت ممكن تساعديها على ان تخرج من عدم اتزانها ده. وانا بقول لحضرتك تواصلي معاها وحن عليها وخليكي ورقفي بيها بما تستطيعي، بما لا يجعل سمعتك تسوء إذا كانت هي في بترتكب أشياء فيها تسيء لسمعتك. لكن أنا بقولك لا تمتنع عنها. ليه لا تمتنع عنها؟ لأن حياتك اللي حضرتك بتكلمي عنها وبتقولي إن هي تفسد، هذه المرأة كانت هي السبب في وجودك في الحياة، ربنا جعلها سبب لوجودك في الحياة. فانت لازم، هي كل الحياه اللي انت عايشاها دي، ان كان عندك اولاد او كان عندك اي حياه، ربنا جعلها سبب في هذه الحياه، فما ينفعش تهمليها وترميها. يبقى لازم تعملي ايه؟ هتحاولي بقدر الامكان ان انت تساعديها تخرج من اللي هي فيه ده، بناء على ان هي ايه؟ على انها في حاله عدم اتزان. وقد تكون على فكره والدتك في لحظه من اللحظات لو ركزت كده، كان في لحظه من حياتها او في مرحله من حياتها كانت محتاجه طبيب نفسي، أو محتاجة حد يغير من شخصيتها، بس ما لقيتش حد، لأن الثقافة أو البيئة اللي هي فيها ما فيهاش العناصر دي. فحاولي تساعديها وإن شاء الله ربنا يكتب لك كل خير.